الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. الأربعون النووية لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي. النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.